بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد سيدي ربي نشكر ونزال ونسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ديم دوكاليس دي ذا هيدفرنا يثما يسمى الكل من يسلم هزر مدينة سيدا خنت مورث ناسي بران تمورث كتليفزيون تزاير ستمازيغ ثويس ربعة ذوني ناسلم دا قرضان سيدي ربي دن بي فلا ومرحبا زي ونكذنا التكال تجديد تنثيم ليلي نلجمعة أي ثما أي سماس وإن شاء الله هنمسلاي في جل الموضوع غرس القيم التقرضات انت الموضوع ونلمذ 19 ماي 56 اسمي كرن إن المذنغ بدن قوذ من العذوار أمي اسمي يولين إن المذنغ جين كرسان تغوري ولين إذرار والسو إن شاء الله نحوج الرونا قيم الكرسان تغوري لخاطر غوري إلا نفاوث تكسن طلام أيم دكال أسف نون الماذ والسو إذا كان إذناض تغلع ذوار أمي يخسيكس إن المذنة أني السجهل إمارو يخس هذا سنسيغ السم من المخدرات الهيوف في اللي أنت مسليك السنوي عدى الكل باش نسوس عوالة يمدوكال في الموضوع صلف راح تقر ضالي نجيون الذي مسلين في اللاس إلا كذي نجي أمزوار ماس خليفة أي تعبس المتخصص كالفكر الحضارة الإسلامية. مرحبا بك أستاذ، ربي يحفظك من قبل العرض النغ. الله يسلمك أستاذ فتحي، سلام ربي في الله، سلام ربي في مسفلي ذن مرة أكل ملان. أهلا وسهلا، إكلت مزور مشي تكلت أنقر إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي. أهلا وسهلا، نمشي وسني لنا أكيد نغسو الدكتور سالم آية بن سالم إيدير. بن سالم إيدير، أهلا وسهلا دكتور، ربي يحفظك من قبل العرض النغ وشكل المتخصص كالعلم النفس. العلم النفس العيادي. العلم النفس العيادي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كلتا مزورت مشيتي كلتا نقرت ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله عني لاكو. استاذ خليفه، نشي نتمسلي فون الماذ سقيم باللي العلم الايه مزورت يدير سين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تلاغى باش انغر اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ان الماذ الجزائر 1956 وكين بالدنقوذ من العدو ورمي كمقدمه في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماذا نهضر فول الماذ السقي استاذ فتحي؟ أبن هضر في اللس كبطل للتاريخ. إن الماذا السيد بطل للتاريخ، هو حامل مشعل العلم. صح، بالعلم تبنى الأمم أستاذ. إذا ماذا نهضر في اللس إلى قد نسمحتي أمشي الميد يساوى سو أمشي الميد يساوى ساقي لقد ظنوا يثمثنا الاستعمار ضد الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي يفدس المقاومة الشعبية. صح، سميث روح تخاف المقاومة الشعبية الجزائريين الجزائريين ورجين نرى وطس نرى خذ من ذن صغارين دي الكتاتيب ذن خذ من الجمعيات العلمية صغارين دي الزوايا خذ من المدارس الأهلية أن إذا أخذ من زران باللي ذا الفكر زران باللي ذا العلم إساد يسوس ثمور ثقين تستقل وحواجي والرويش يغرين يعني جيد. طالب الجزائري الساقين طالب الجزائري لقد يسعو الوعي بشو يلان ذي التاريخ هاقي تحدي التاريخ الكبير أمشي لم يتصوصن عن الأبطالين الثورة التحريرية. صح، طالب والتوغي هندي دي مزيان الكل يعني جيد يا استاذ. الطالب اسمي لا يقار ذي الكتاتيب ذي الزوايا ذي المدارس الاهليه يغار على مستويين، يسعى المستوى العلمي التحصيل العلمي، يسعى المستوى التربوي تنشئه لا نغار اللغه غار العلوم التحقا للمدارس الفرنسيه بصح الهويه نسن التربيه نسن التنشئه نسن سجينا استاذ فتحي الكرامه وفسينش يعني نعم الكرامة نسن الهوية الوطنية أكل حب الوطن والسعي نحو الانعتاق. أستاذنا مالك بن نبي سميس أبطال التاريخ
إمي أستاذ فتحين اسميه عبد الحق الثورة، اسميه عبد الحق الثورة، القيادة الثورية سعان رؤية ثقافية قبل السعون، رؤية للسلاح أو رؤية سياسية أو عسكرية، سعان رؤية ثقافية لتحرر هذا الوطن العزيز علينا. إما لا طالب اسميه التحقا خلاص يوفى الحال سعان تنشئني التحقا الصورة بصفة عادية بصفة آلية وسوه يعني من دي الصورة تغين وجذن. نعم طالب الساقية سنينيغ إن المذن النغ السيني غايث ما ميلان يظلني نكون فحظ ضد الاستعمار، كوف حظ ضد الاستعمار العلمي نيك أكو ستنشئ نيك التربية نيك الوعي نيك الساقي يعني لماذا أتكافحظ القابلية للاستعمار. صحيح الساقي نكافح القابلية للاستعمار في تهضر أستاذنا مالك بن نبي قابلية للاستعمار كثا نفسيث كثا الذهن كثا الإدراك كثا لا ستروزيث سخصاري شمس المخدرات شمس الإدمان النظام الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي الإدمان على أشياء لا فائدة لها بتاتا لا من الناحية النفسية ومن الناحية الدينية ومن الناحية المعنوية ورسعنا للفايدة ولا ذي العلم نسن ما لا أستاذ فتحي استراتيجية قواتي خدمان أبطال التاريخ أبطال التاريخ ذو قاذا يأطرن طلبة ينفتن شقاع الميساج مزوارو القراءة التاريخية ونشتاقي أثنشجع ميساجي أثنشجع ذغني المشرفين على العملية التربوية والعلمية كسوا ذي الابتدائي كسوا ذي المتوسط كسوا ذي الثانوي كسوا ذي المستوى الجامعي لكن نشوف أبطال تاريخ قادرين على حمل مشعل التنمية الوطنية وقادرين على الحفاظ على الهوية الوطنية زمرنا الحظون في الهوية. بارك الله فيك ربي أش يحفظ دكتور قلنا نسلو السي خليفة متي اللي تمسلي ونشينا السو 19 ماي 56 نزرو إين المذنة فغن المذنة بدن قذم العذوة رمي تغرسن الوعي مرتني تغرسن الوعي ونان بلي يمرثو تمرثن الإسلام أمرثو تمرثن الأخلاق أمرثو تمرثي جزائريين ماشي تمرث العذو أرمي لن يخسر ذنغي السفسي كثقافة الغربية أسو ونشينا المذنة ثاني سل متى إيرين الجدودي سيد الناظ متى يلاقنا يرسونتا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عطاسي فرحة غزيون. أهلا وسهلا. الله يسلمك يا عيشك. نشينا فرح زيك فرحة غزيوني سنين. الله يحفظك الله يعيشك. أسمد نهضر فون الماذ نظلي 1956 نغ أن الماذ نوساكي نكو تولي غارة انديفيرانس ولاش الخلاف يا راسنا يغار الوقتني يكرد الاتحاد العام إن المذن الجزائريين مسلمن باش هذو روح لنا وذرار باش حرفن كونتر العدو السكي يفد العدو مي مازاليث سي لا سانكيام جينيراسيون عقل غدي الحرب دو سانكيام جينيراسيون خامس دي شوت سكي دي شوت يعني يفد الوقت يفد الوسائل المستعملة للحروب يعني ثورة ماشي أداسن أغنغن 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 الناس السلاح يفد الوقت وإنما ثورة ثغال الحرب الإعلامية سي لا كاتريام جينيراسيون إلى سينكيام جينيراسيون تكي قشين لا يعني كاثن اللاغن لايفاذ يعني وكتا جنارة تفهمض وكتا جنارة تغرض وكتا جنارة تساليض يعني تقيمض توجور ذا قشيش أمزيان وتكر ذارة وحدي تسحويجت وتسويلت باش أكديف كاين تفغيض مدى نوع كنا مسلي أستاذ فتحين في الهدران يمثنا يذير يندي يمثنا يذير ينمسلي تكل لقارا نقيم الأجيال للحروب التالين الوتيرة للهجوم في الطالب فلغن الطالب سمى الوتيرين التالي هكا وإلا قارت نجي كان طالب بني ذا قشيشة مشطوح طالب ولا قارت نجي ذا قشيشة مشطوح إلا قان فدت غورس ويفدت غورس أستاذ تحي
ضفت غورس للمشرفين ضفت المشرفين من يقضي المشرفين المشرفين للدين المشرفين التربية المشرفين النفسانيين ذا المنظومة منظومة إلى قنفنو منظومة مشروع ثقافي أكينا نحافظ في طالبي الإشراف على الطالب تهيئته نفسيا لمواجهة هذه التحديات التي تواجه الوطن والهوية. بارك الله فيك. هذايا كمل برك سي إدير دكتور واش كتمسلي وني لا غيسل نتمسلي مارو كأنه الطالب باقي ولي شيوخي الطالب باقي ولي يفهم يفهم الواقع ولي يفهم بلي قلان قال الحرب فيه مسلي فانتورو فين يسن كلش ولكن شحال نزر الواقع بوه على كل حال لنا في الطلبه الا ما شاء الله غرين وكين زيسن ياسيه لا امور تهبد لخاطر وني الا انا امارو المسؤول الا الجيش الوطني الشعبي اثين الاداره اذا نضي تغهدن الماد ويغروه مرتو بل غرن الطلبه يفرنسي مرت نتاي نروح برا يري الاختراعات تقرضوا على عيطة وظن يعني معاذ ولن توسن الماريكان توسن إهمورا نيضن الصين توسن كندا توسن غرين ذا ذاك الجزائر ولكن ما كان اللي ذهزري ذي مروه اللهيشت الخطة يعني جهنمية إلى نزمراني الخطة يرين اللهيوفي لنا هنتنا في مارو المتوسطات حتى البريمار الجامعة المخدرات إذا كان يظناد خصنا نغن الطالب كسنس كتوني في مارو إذا سكس العقليس وإذا كان الطالب يروح حاس العقل متى يقيم تفضل كي حرز ربيع يعطيك صحة يعني الدرنو فواليك يعني البروبلماكي كثن العقول إلا قد نكي يعني يكني ولا غنكيني السداويث نغتو غالض الراشي مشطاح اسما داكشي من لي كولي بريمير لي سيام ومنعنا را اي غار اكني توالي غنكي خصار شويه يدير في دوكلا خص شويه في دوكلا بارابور على لي زاني 1956 الى انزعوا الهدف هذه لي موحد لقد عاون غيما ودي يكرق التنشئة الاجتماعية ينس سمعيونا في الدوكلا اي غار في غير هذا هضره فاكي هذا هضره في الوقاية باسكو الى قنقاوم العدو وكي وسعينا را الصفة نزرع را انيث نزرع را امهديتاس مي ارونق حواجا المعاونة يعني ليش الدنيا يعني نزمر نخدم مخطط باش نخدم ان شيما امكان الدوكل سي الحاجه ثمن زوثي لا نخدم غير كلي نكنيسي جزائريا باش نرفض الجزائر في عزيز بارك الله فيك بارك نجي نتمسلي في الظاهره ان الادمان نعم شكاشين دايما الطلبه دين المذن جمع ذاك السن زريد متاكي تخميما قرن يقرا يجل مثلا اذا اردت ان تسال عن مستقبل امه من الامم نعم فانظر ما موقع شبابها منها يعني يمزين يمتى تفكر يمتى سرما يعني تخسن يلين المستقبل السن اسوء شيء انك تسن شك دكتور ونمسلي في الادمان ذا الخطوره النصف الفكر نعم بالعقل سؤال وجهه استاذ فتحي وقذ لب الموضوع جوهر الموضوع نسعش يوميا مع ان المذن نزارثن نخدم في اللسن نقدش في اللسن نتقصر يلسن نتيين امش انظر في كثير وين نسن مش تولين الامور زيضا استاذ فتحي اتقصر ذون المذن أتفت يسعى رغبة رهيبة جدا بشد يفكي يسعى طاقة بالمقابل التفض المستوى الفكري نس مستوى التربوي والمستوى الفكري نس شغل إلى بروبلام وليش العلاقة مع
مع الواقع بسبب الادمان جوستومون بسبب الادمان ومنها المخدرات ماشي ياكويت حاشا خطر لخطر نعم. الادمان سوس حالا المصري في الادمان نعم. حتى الفيسبوك فين الادمان نعم وسائل التواصل الاجتماعي عند نعم. الادمان نعم. زيك يتغيه الطالب يطفي الكتاب نعم يمارو وانت بالك الشيخ يشرح يقرق الدرس انت يطفي تمازالي جوستوما استاذ فتحي اتصفت شغل ليتيديون كسولو كينس سمار يسع اشكاليه مشكله معينه تصفط يسع القطيعه هي عالم الافكار يسعى الهويه يغرى الهويه يغرى في الهويه يغرى في المبادئ الوطنيه يغرى في المبادئ الدين بصح وزميرات يربط مع الواقعين الواقعين شف ذيف انه مقارن المدرسه النقديه الاجتماعيه تشيع الانسان ما بعد الحداثه سيوله الحداثه قالت زيغموند باومان ان اذا الانسان يغال متشيع طلبنا للاسف نتحلفوا ونشتاقي صافي الخلل الاستاذ فتحي يوري ضرب يشبه ضربي انه الخلل انه يوفي ورا القائد البطل التاريخي يقف نهضر سي صباح السير بطنير عالم الافكار ينس اكذ عالم اسمه اكن النظام مثلا يدير نسعى مسناون نفتخر بهم حفظا في التقاليد السن بصح كانوا في نسق ترباو على نسق ثقافي يا استاذ نتاع بكري اني اذا في العلاقه غير التربيه اكو التعليم الساقي الحرب الشرسه الى نفلسن صروح تخدم القطيعه هي عالم الافكار اكو عالم الاشياء المطالب الجميع بارك الله فيك لعذو نون الماذ السو انزمرنيني المخدرات العدو ماشي المخدرات اذا لان سيور المخدرات جرورا ون المخدرات نغ ويهني هندي تاوين ان كان ديني غيسين ان كان ديني غيسين نثني العدو ولكن الا يون نزمراس الا يون اثنسين اثنزري ونعلي منيات ولا شمكات نحارب صافين كيني رايو هذه روح الجهة المخدرات ذنتيذ العدوى مقران ومخ يلاق أسنخدم لو كانت والي ذا شو يظهران ذي ثمور النغ يعني مام ذي ثمور الجيران النغ حصلنا يغار يدفك أحسن مثال إيواكي يعني المجتمعات ينثي دما مالك بقى بنونا بيها المجتمع إلى قتوالي تما كنا ذا قشيشة مشتو طاح ذا مزيان قشيشة مزيان أصفك السياكي الكنز هكا وأصفك السياكي القاطو ذا شاذ يخثير ويتخثير راه لي ديامون ويسينا راه القيمة ينس يخثير القاطو صح من الناد الكنزني نتاذ العلم وننادي لي غاتو نتاذي المخدرات قشيش وريزميرا هذه يخدم العلاقه باش درنا فوا ولا الاستاذ خليفه ويخدم لها العلاقه ما بين لي ديامو اكد لي غاتو غاس لو غاتوني استرنوض ان برودوي السم اثي سهلي اتعاود تستمد ذي وقشيش داش هذه يخثير توجور ال بيرسيست هذه يخثير لي غاتو اي غار باسكو متشيع مازال ويلحق راه المرحله ان اذا ذيفك القيمه العلم اكو الافكار معلي. يعني العدو يبغى يغيج وذيج المجتمعنا في المرحله الطفوله باش نتسكيرا باش هذيا وين يبغى لكن انا نقيم نطس على طول ميتورا الى قان نفهم اشتكي الى قان الماذن الجزائر هذي يفهم أنشتاكي وإلا قد يخدم استراتيجية لمواجهة الموضوع أمش أهديني غاسة قصرتك ذو من المال أهديني وزري غرام كي خمر سعيغ لفرصة كني دينا يفغاد يخدم كني دينا إبراهام ماسلو تحقيق الذات يحواج ذي حقق ذات ينس يسعى لمويا نفسية
قث نفسي ثيسي سعلي مايا ولكن الناس ماذي يفغى المجتمع وتفهمنا را ذي هضر في العلم وتفهمنا را إلى قضي هضر فين يديها الدار في الناس المجتمع والأكثر هي المجتمع يعني ذي المستوياتك إلى قنظر لن أطاس المستويات أن دي نزمر أن تدخل وأن نوالي من بعد إن شاء الله بارك الله فيك لو كان المسلية الدروس العبر الآن سوفغ سوغسو سوغس أن الطالب من الماد 19 ماي 56 19 ماي 23 المسيرة زردو شحال دي سكوسن طالب النغاني هيش المقارنة ما هي توغ ما هي ولا أقلا مليح أن مسلي في الجانب الإيجابي لخطر الإيجابية مليح نعم اللي نشمي دنس حالي مسلي في مورتون زير وكأنه لشو دي سولا هيش الحاج تصلح ليش تطلع شي ماشي سيمي الدني لن تسب نطلام سيمي الدني لن تتوين شومعت كسن طلام فضلها نعم. استفضلك يا أستاذ فتحي ما هذا فنشتاقين قلاد كدني القلاد 2023 من السقساني منا بكل صدق بكل صدق بعيدا عن البروباغاندا الإعلامية بعيدا عن الضغوط بعيدا عن السياسات ولا استراتيجية تهديم الذات الجزائرية كل سقسي منا بصدق أستاذ فتحي على المستوى السياسي على المستوى الجيوبوليتيكي نسقسي منا بصدق مثلا الدول الإفريقية الدول الأسيوية شحال تمورا يقيم الموحدة شحال تمورا يقيم الموحدة غير مجزأة شحال الاقتصادية تقرافن شحال الحروب الأهلية يضران دي العالم كامل شو قدران دي الجزائر والو مناوشات ضرنت أزمات نسعد دفنت بفضل ماذا أستاذ فتحي كانوا لاش النخبة كانوا لاش الطالب الجزائري الواعي الزران لشو دبوي ثمورث لشو دبوي هو ولا ربي سبحانه شو دبوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من السنة المنهجية الحقيقية لبناء المجتمعات نقيم كي موحدي نقيم سعي في المرجعية الوطنية نقيم السعى يون الأمل للمستقبل مستحيل كل الضغوط على الجزائر بفضل ماذا أستاذ طالب الجزائري ضرب للنخبة النخبة كانت الجامعة الجزائرية أولاد الجامعة الجزائرية رون الجامعة رون الزوايا نعم رون مع الروا نعم نعم مدني الجامعة الجزائرية الجامعة بمفهومها العلمي الزاوية جامعة أستاذ دور عظيم جدا في التنشئة لأجل تحذير المعنوي الكفاح ضد المستعمر تكمل الدوريس جمعية العلماء تكمل الدوريس المجتمع كان يا ربي هكذا المجتمع عندنا في الجزائر مجتمع يا ربي لو كان ما تشتيقى أستاذ تحب مثل حقرة 2023 مازالنا موحدين تقيت تكفينه هذيك درنو أستاذ فتحي من غراتيد من مفهوم فكري من مفهوم فكري الصلابة يا جنسي دكياتي كي درنو مدك النظر يمثل أي ذير الصلابة أني ذا الذهن مع الوجدان مع السلوك الطالب الجزائري لن تحدن سما طالب يود الفكرة توافق يا رسلنا جيد جيد أستاذ إذن أدر نوع فواليس يعني يفغديني الأستاذ خليفة أنه المستويات الوعيكي لين ثلاثة للمستوى الفكري يعني أخمى ما بكي تخميم بنادم إلا المستوى السلوكي ذا شو يخدم البنادم إلا المستوى الاجتماعي ذا شو يضرون أكدي رفاق نيس يمكي يستعمل أكدي رفاق نيس يعني لو كان أدنى هذر فون الماذا الجزائري أدني أدنى قرار ذي ريثي أوك يسعى القوة نسعى النخبة النغ سيسرة تكر الجزائر ذني ثني ذي ضرنيس ذني ثني ذوليس ذني ثني ذر روحيس ولكن إلا قنحافظ فانشتاياكي باش نحافظ سي الجهة النظام اسمي ديننا إلا
اعذو اسميس المخدرات يخدم دي استراتيجي ويتبدل في كل مره استراتيجيه باش نحافظ فوق دو داينا نحافظ فون المذاينا صافي لقى دي نوفيل استراتيجيات جديده داغن يعني على حساب اين يجلان يعني لازم ذيلي التدخل على المستوى الفكري يعني اسمع نهضر الطالب نهضر على المستوى الفكري ونهضر على المستوى السلوكي ونهضر على المستوى التفاعلي الاجتماعي المستوى الفكري كم لي في اللس طالب المستوى الفكري لخاطر نحواج يمارو طالب النغ مثل العنوان وسو رجل ذو همة يحيي الله تعالى به أمة طالب ذو همة أن الماذ إلى نغرس الإرادة يزمر أير العجف يمر ثيس أكيد كملغ يعني كحرز ربي فولد النظ طالب ذو همة يعني فعلى المستوى الفكري نكي أكني تولي وكني ولا يمسنون ذي التخصصين علم النفس العيادي سوا سيمون فرويد مختلف المدارس إلا مدرسة تحليلية سلوكية والمدرسة المعرفية ديناميكية يعني لو كان نولي اسمها نجمع ضيك أدهدرا في ثلاثة مستويات يعني اسم الفغوغ أدساكيغ أن الماذ نلزير إلى قضية للتوافق هي ثلاثة المستويات كيف شاركون ده دراثورة يعني إلى المستوى إن قال العقائدي أدني من المستوى العقائدي يعني البنادم البنادم أسمى ذي هضرة كذ ربي سبحانه يعني إيمان أستهيني العقيدة الإيمان 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 جيد الإيمان النار يعني إلى قضية للتوافق يا المستوى العقائدي أكذ المستوى المادي أكذ المستوى الاجتماعي ما تبغي ذاك تفكر المثال يعني باش ذي فهم باسكو مصطلحات شوية علمية بون لو كان نهضر في المستوى العقائدي وأن ناوي المثال نغل المخدرات كي أنزل ربي ذا شو دينا ذي سورة البقرة الآية 219 بعد بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يعني ذكر ربي سبحانه إن هي كاسمك سقسين في الخمر هذا شيء لق الدينيض إذا سئلت قل لا قد تبقى يعني اسما دياوض لو ميساج هذه باللي لا حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه بصح السلبيه اكثر من الايجابي كي على المستوى العقائدي نفس المثال ثناوي على المستوى المادي حتى المستوى العقائد ماليش الدين اش كنت مسليت في الدين وانت غير مشكل الايه يبرك باش يفهم شي جدهيني باللي الدين هل المنفعه حق الخمر ولا المخدرات وسد الآية أني ظن قافي لأن لخطر الله سبحانه وتعالى يحرم الخمر تدرج نعم. آية قافي إن ريتسون من عمل الشيطان ريتسون من عمل الشيطان اجتنبوه طبيعي إيه ريتس يعني الحاش إلا لاش ديس ولا الفيت نعطيك صح ألا نعرف إذا نشتكي باسكو تورد قيمة غذي لهمام مثال نفس المثال باش تمد سلبيات أكثر يعني تبان صورة ينس بغي غاسفك صورة المخدرات أتيلي ذي العقل نون المذنة غنعي ياكي تزيريا أتيلي سليمة أسمى نسعر صورة سليمة أن زر أم كان تعامل أكذو عذاو النغ لا قنسعو المعلومة نعم لو كان نروح على المستوى الثاني استاذ فتحي نروح على المستوى المادي الذاتي يعني ام كي يهدر العبد اك ذي مانيس يعني اسيني ذا شوت المخدرات اكي غير تفكير الايه باسكو انت تورا ما الا دون زان ايتا دو ستريس عتاني ساع لي زيكزاما يسعى الميموار ينس يسعى يعني الماضي كتشم يسعى دي بيريود الضغط شويه ضغطني ويزمر في حريك هكا شويه يعني اسمع ذي روح هذه خدم اول محاوله المخدرات هذه حسي ما نسبيا انت اسوا اثنين ناسيني يا اخي ديريت اسيفك النصيحه اش اسيني
سيني عامك شتي تقرضي دين ديري تخدمض بصح انك قلين تحسو بيان يعني على المستوى الوجداني الا شيء غور سنتا الفهام اينس ذين العالي هكا ولكن الناس ما نكش مغطى تخصص باسكو التخصص في المستوى المادي الى قد ياس طبيب انا غادي ياس ان فارماسيان اكدي تفهم دا شي لا سوبستانس دا شو الدواء دا شو المخدر كي واسمع لك اش اكديني اكديني هو ماده ماده اذا استعملت لغرض العلاج فهو دواء الجانب الايجابي اللي فيه منافع للناس فيه منافع للناس اسمى ذي لي الدواء مي اسمى تستخدمه من غير الدواء اي طور اكثر وين معليش برك دكتور كنت مسليت الجانب العلم النفس طيب بيان ونشين بلا لن تدينا معليش الا مسليت في المخدرات مسليت في الحبوب المهلوسه الا السن خاطر الكاشيتني الاصل دي مهلكني السن الكاشيت صح اذا اللي تمسليت في الكاشيت معليش هواليك مقبول اذا كان المسلي في الخمر باش المشاهد الكريم ودا غيفهمش باللي الخمر ساعتي تيليد الدواء الخمر محاله تيليد الدواء دكتور لخاطر الله سبحانه وتعالى اشبح النبي صلى الله عليه وسلم اننا باللي تونون محاله يليه الحاجت يحرمت الله سبحانه وتعالى في اللون يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث منك الله سبحانه وتعالى ولكن للأسف منك اللي تمسلي ذي ماروالك مغاواليك لن نرى الشورة والناس السن أي سو مثل الكاشية حناس باباس يجي ويمسى مهلك كخام المثال يتسيغذ ده الصح ولكن بلا لن نمسلي في الخمر الخمر محالة يتلي ذي سدوة كمل يا دكتور تخبيا تخبيا ألا ذكي هدرغت في المادة وده غارة في الخمر وده ذي يعني جاء كل المخدرات يعني كلها كان اللي ماشي بغرض الدواء يعني اسمه يديني ذي الكوكايين وسعره كان ذي دواء الإكستازي وسعره كان ذي دواء مخدومي للسوق المخدرات ويا كاكي مي اسمه ده ذا فلامورفين نغلانستيزي اسمه تروح بعد تخمد الأوبراسيون مخدر صحيح أم شراب إسعاز داخل مخدر أكيسياً أي غرب باش يخدم من العملية الجراحية باش يحسوا ذلك سيتيرا داكي يسهل من نفعها أين من غير الدواء وزمير ذا ردينا المنفعة صحيح نروح على المستوى الثالث أستاذ فتحي وهو المستوى الاجتماعي المستوى الاجتماعي يعني لو كانت والد خاصة الإعلام من الغرب الإعلام ككل ماشي كان من الغرب أنه المثال بوب مارلي باغ إكزومبل بوب مارلي يتعاطى أطاس المخدرات هذا شناي يتعاطى أطاس المخدرات وقت تخذ من الصور صورا أدخل من بوب مارلي يتعاطى المخدرات وأنت يفرح يعني صورني اسم دياس بالاخص المراهق يعني اسم دياس انا المذاكي اثيوالي اثيني هو مصدر للسعاده صافي اسم تعطى مخدرات هذه اللي غبيان قرويو يعني اثيوي صوره مشوهه يعني الصوره الذهنيه نس تغال مشوهه بالنسبه للموضوع النغ اللي هو المخدرات يعني سمحي باش احنا نسقق باسكو سي تري امبورطون يعني لو كانت والد المستوى الاول العقائدي والمستوى الثاني المادي والمستوى الثالث الاجتماعي الى قليل تناسق يا رسم ايوا هي الى قنك ماسي ربي سبحانه الشي دينا والى قثناف في التغنى سواء ذي المادة سواء ذي المجتمع بارك الله فيك ربي يرحم الوالدينك دكتور انا المذنغ يحواجي ملوى أي مروى اللي غرس السلاح نعم سلاحنا العلم سلاحنا الأخلاق نعم سلاح كيف كيف نتمخسيث نتمورث نعم حب الوطن حب الوطن نعم باش يزمر أي بد كوذم له يفكي جاوب على سؤالي بسمي الله تكتيني كما تنايذر أكيد تفضل كما تنايذر شدي قار باش تسمي الله نشتاقين الطالب أي وقت من المياه أستاذ فتحي
يثم زينس مراحل التنشئة قبل الذي تحرر قبل الذي فق سي الحضن العائلة سي الحضن قبل الذي فذو الذي يغاد السينة رشد الذي يشم ذي السينة رشد ما يدود درجة مثلا يذير الآية من الخمر الآيات الثلاثة لتحريم الخمر كان ذنب شو مسلي قفاتي دي سوضي مثلا يدير سيكو المستوى المعرفي المستوى أنسى ديوي طالب الأفكار أنسى أنت ديوي أستاذ فتحي أنت ديوي سيد دين الدين الحنيف صحيح المستوى المعرفي اسمه النربي لكي يتجنب تماما المخدرات يتجنب إلى قد يوض اسمه الضربية ضربية الطالب إلى اللي مستعد قبل ديش مقابل للاستعمار قبل يغل قابل للاستعمار قابل لتقبل المخدرات إلى قصر بيغ في ثلاث مستويات تدرج للتنشئة إلى قصر بيغ باللي أكد نجمع هنا إذا وين المخدر يسعى ما ظهر يسعى ما نفع بصحة ما ظهر يسعى أكبر أسكم لغ التنشئة ذي المستوى المعرفي نفس الشيء اقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنغث بيغ في المستوى السلوكي هذا نغث ربيه في المستوى الاجتماعي سكعك إختي ونجي قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم من أركان الهوية الجزائرية من روافع الهوية الجزائرية دين صح بيان أول نظر قبل عبر التاريخ قبل بيان أول نظر عبر التاريخ سوف أجدودنا مجتمعنا ويقبلوا له الحاج سياسي تسي برا جيد يقبل برك عقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نزرو باللي كل نعم. اللي ذاديو سانك شمنا مرثو الراونت مرثو حرب نعم. انت نعم وهذا سميت يوث نعم. تثفن المسلمين فهمن الرسالة نعم قبل نس العقيدة بلوين ديناقي وظنزي سامعات اسبانيا نعم رزم الأندلس نعم ويرين الحضارة تقرض الدين نعم ولأهمية وقوة هذه الهوية يجن تماسك الجزائر عبر التاريخ تم تكريسها في نداء أول نوفمبر قلنا هذا السقيف في المناسبة سعى العلاقة الثورة. مع الثورة انضمام طلب الجزائريين جمعية طلب الجزائريين المسلمين الناس المسلمين مسلمين نعم مما بدأ تهني وحدا بدأ نداء أول نوفمبر اللي هو المرجعية الإسلامية نعم من بدأ الدستور من سكوسمي قبل الدستور ذي الميثاق الوطني مع التعددية مع اسميس الإسلام يقيم من أسس أنه سدنا والمستوى المعرفية بهم مسلمين سعى مرجعية مقل كان أستاذ فتحية لكن مبادئ الدين الإسلامي مبادئ كلمة يجي مبادئ من أين بدأ الإسلام بدأ من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدين لا يصلح أوله آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله إلا بما صلح به أوله طالب يقتدي العبر الفكرة العظيمة يقدي والإسلام إخراج الناس من الظلمات إلى النور أشو الظلمات شيء غير معلوم شيء غير معروف كيف أخرجه إلى النور بالعلم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق سل العلم أن أربط جر عالم الرسول صلى الله عليه وسلم بدنا نهضر لنا عالم الأفكار عالم الأشخاص الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرابط بين عالم الغيب وعالم الشهادة أخذ أنوار الأنوار الربانية العظيمة الجليلة أخذها وأعطى حلولا للمجتمع الذي كان يعاني من الظلمات نشتهي من مقلة سيدنا جعفر بن أبي طالب شد نفك المثال واقعي أمي سيدنا جعفر إلى ذي المزي يغراض المدرسة أنا رسول صلى الله عليه وسلم ذن الماد شجعيث السفير السفير الحبشة النجاشي سمين إذا ثقة فلد شو سيفكا طالب واعي بمستوى الأفكار العظيمة يديوي الإسلام الناس كنا قوما نعيش أهل جاهلية. أهل جاهلية نعبد الأصنام نعبد الأصنام ثيلو فيكن المجتمع المشاكل لكم السجي نعبد الأصنام نعم ونأكل الميتة جي ونقطع الرحم ونسلم الجوار ظلمات ويأكل القوي من مشاكل الضعيف جي حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه ونسبه وعفافه نعم. ف
فدعانا إلى عبادة الله وحده الله وأمرنا الله بصدق الحديث الله أكبر وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء. الله يبارك فيك. خطاب رائع. خطاب يمكن أن يعلق في كل المنتديات الفكرية، يعلق في كل هي معلقة خطابية. تعبر عن وش هو يا أستاذ؟ تعبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم نسن فلاس يتساود سنن الرسول صلى الله عليه وسلم مقسمة أستاذ فتحي أستاذ يدير مقسمة إلى سنة قولية، سنة عملية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. هذا على مستوى المشاكل الفردية. على مستوى المشاكل الاجتماعية شو لنا أستاذ فتحي؟ أسنسمي السنة المنهجية البنائية، بناء مجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم وسيط، هو شخص يربط بين عالم الأفكار النور أكذ عالم الواقع الوقتين قريش يقينا عالم متشيئ أكن دينا أستاذنا مالك بن نبي عالم الأشياء يشم يغادر الشيء لا قيمة له ولا كرامة له. ساق الطالب أسماء دي يستدعي المرجعية الوطنية في الإسلام الإنسان ديوي الأخلاق أتصفظ باللي الطالب بذي يسعو الوعيقي. بارك الله فيك دكتور يدير. نسلو يقنن غد الأستاذ خليفة يقن الطالب في الأصل الوحي لخطر شوف ليش الحاشد إن الله سبحانه وتعالى لازم تجم ذي سلفادي تيبوند وليش الحاشد إن الله سبحانه وتعالى لازم تيرم وذي الشر بوند. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بمعنى لاش الحاج يحرم سيدي ربي ديس الفايت مي كيديس الزوار هو جعفر بن ابي طالب. جعفر بن ابي طالب الحوايج في تويت مسلك الجاهليه تون قارن السن الدمت الحاج موثن حقر والنيس على القوه يحقر وني لا شرس القوه جيل واش نسن كل يجو يسمح مولاني كذا يسد الاسلام طلب مني الكل يكسيه يويد النور. إذا كان غرها وال الاستراتيجية لقن أن نفري مارو بشا أرون غياكين بشا أرون غيتي لغرسن الوعي في اللي انت مسلي إمارو بشا أرون غيتي لسحالة السل الله تعالى يتي لغرس اليقين باللي الفايتة تين دين تين دين مكي الناس محمد الحسين دين دين كل شيء تين دين كل شيء تين دين دين كل شيء تين دين. تفضل الله دكتور. الله يحفظك. ثاني ميرت فوالا بحاني دنيف يعني أثرضي حقيقة إلا قن حب إلا قن حب ديننا إلا قن حب ماشي إلا قن خدم على خاطر يناد نو إلا قن حب ربي إلا قن حب رسول صلى الله عليه وسلم أي غار باسكو ذي الفايدة النغ فاشي دي هدران شتاهي كيوك صحيح. لا نغنكيني ترى اسمى الطرغ الجار الطرغ غيماني واساس كذا حصله التفاره صحيح. وكاين ديننا الدين يعني نزرايك باللي ذايني الهان ستا مانيوال باش نلحو في اللاس باش نناوض غالرخاء غالفرح غالمجتمع ذيلي يدوكل قوي. يعني لو كان نكشم قال من نفس يعني والاستراتيجيات في سؤالي يعني الاستراتيجيات لازم نخدم يمكن ديني باللي إلاق نخدم الهيكل نخدم الأم الاجتماعية اللي طرعها هذا الطفل أيوة. ننادى باللي المجتمع نمثل وكأنه طفل صغير نمثل المخدرات على أساس أنها ذي الحلا ذي القاتو ونمثل العلم على أساس ذي الكنز أقشيشنا أذي يروح على القاتو يعني أذي يروح على المخدرات ويتروح على غير العلم صافي ذا شو يحواج أقشيشاكي يحواج تهمات يحواج جيوان أثي عوان أثي تفافوس أثي يسفهم أثي وري أثي يحواج الحنان هذا تجنب ها؟ لتجنب رفق نعم الحنانة
انا باش هذه يفهم باش هذه يلحق هذه يتجنب يعني اسم هذه يقل ذا مقران هذه يفد في ضار الناس وكذو ذاك الجزائر ها وان الماذ الجزائر اسم هذه يفهم مليح اسد لا دروغ اسيني هذه ما نسحقهاش ماشي اللي نتسادي روحنا ذي حوس في اللاز سيني هذه ما نسحقهاش انا عندي رساله كني دين ربي إيه يعني نكني لو كان يعني يسمح ذا أستاذ هاي تخمى مقاربة خفيفة جدا يعني في اللغة المستعملة يعني في الجزائر يعني زي أول سين أدني نشدة في الله صغار صغار إن دين روح نتسوي ربي كوذن خذا نتسوي خذا مين حصل لثناف ثورة أذي يحصل لبنادم أدي يهضر في الأشياء وليش الأفكار لأن العباد دي فوز صدر ولا كيا دي هدر في المشكل وذي يقيم ذي المشكل وذي يتناغك ذي المشكل ولاش النظام يعني ولاش مرجعية ولاش المرجعية للإنجاز معرفية نعم يعني إيه يعني باش الدوغالة فاشوية ذي الموضوع الدوغالة سجن الاستراتيجيات يعني أسمى ذم دكالا الأخصائيين النفسانيين والأخصائيين تاع المجتمع أخصائيين تاع الاتصال الأئمة المرشدين الديني يعني الكل أدخل من الطاولة المستديرة وذدكلن ذدكلن باش تهضر في مثل الحاجة يعني كل يوم تخصصين وتخدم استراتيجية تأتيلي ذا فوس ردي دي سلكن أن لماذا تزايرين إلا قان حافظ في الناس وكي أكني توالي غنكي إلا قذيلي ضمن ثلاث مستويات داغن على خاطر إلا أن قد هضرة في المخدرات زمن غد هضرة في التجنب تجنب المعنى ينس شمغارة أقشيش ذي العماريس أوري ويضا وانشتني أوري سعارة صورة ذهنية ذا شو ذي المعنى المخدرات ويزرارة يكو يعني ذاكي تدخل وين كتخمض الحمايه ينس وين كتخمض الاستراتيجيه ينس تختلف ويظنين هذه لي تغلب يتعامل مقبل اكل المخدرات يعني ما يرز وقشيش باغ اكزومبل اسفكن دوا اسفكن بريغابالين كني سوا نتورك ليفرا صاروخ اسفكن بريغابالين باش سيكس القريح ماشي بسبب انه يتعاطى ما يكون الصوره الذهنيه ديك قرويس يزهر هذا شو ذي المعنى ينس صافي هذه قيمه ذي قيمه ديال سواس سيني ايه كيني فغير هذا عاوذ هذا الجرفغ يعني هذا يروح سي العلاج هذا يروح هذه الشمس داخل المخدرات اذا كذا شي الاستراتيجيه سي لاقا لاقاس استراتيجيه تغلب استراتيجيه تغلب تغلب قيمه ثلاث دقائق برك استاذ وانت تمسلي في الاستراتيجيه ما يكنسل الكرونا نعم وما يقارن الوقايه خير من العلاج نعم دوالي اللي انت مسلين في اللاس العلماء الدين العلماء النفس العلماء الصحه مبدا اسلامي وانساني وعقلي نعم كخاتمه الموضوع خاتمه الموضوع استاذ فتحي دنيني بلي رسوس ند الاصل ند الفائده ياك سيكو الإنسان ذي يغال المستوى الصحابة المستوى الصحابة يجيون النور العالم كامل صح ملي كيجي نغراض المستوى المعرفي نسن نحصني جهاز المناعي جهاز العصبي نحصني حوجة للطر حوجة للمخدر حوجة للإدمان صيغ الرسالة الوقاية إذن ننتبه المستوى المعرفي يجي سدنا ويلا سورس قبل كنا نخدم مع أستاذ من فضلك السعد دي غامس ليس نفرك يغي الطلبة الجزائريين يقارن دي الخارج مهمة جدا عاونا نثورة سهم دي التنمية الوطنية مازال قارن مازال تروحون الرابي تنصن غير ثمور تنصن ذا شوث الرسول صلى الله عليه وسلم ميدنا في المستوى المعرفي نربط على الرسول صلى الله عليه وسلم شدنا الله اعلم واش في غير اسمحي ماذا الحديث ناض الاثر مش اطلب بالعلم ولو في الصين ان تكون سفيرا كن سفيرا لمبادئك وقيمك لوطنك سلد السفير وقيد الميساج نساعد غير الطلبه الجزائريين اللي يخدموا المجهود نصح نهني السفارة شبحنا غد
ذقطس من الميادين شبحنا غد ذقطس نتمسالي وين الدواء وين العباد وين الحلول للعالم لا ارساقي ما زالت نتهاما. وشكرا استاذ. بارك الله فيك. اولا كرا دكتور يعطيك الصحه. بون يعني باختصار دينيغ الى قاس هيكل عابر للتخصصات اذن جماعا ذي الطاوله كي المستديره واذن مسفهما باش تخذ من الامه كي يحوج المجتمعنا. مراكز استشاريه من الجانب الديني تقدر تكون بقياده دينيه. نعم باسكو احنا نهضروا على خلفيه دينيه. ايه تكون بقياده دينيه ويكون فيها علم النفس، علم الاجتماع، علم الاتصال، وكل مختلف التخصصات الاخرى، لانه الدين هو كامل. يعني كل تخصصات عن طرف ديننا. دين كل شيء افهم. كل شيء افهم دين. المهم لازم من المذن افهم باللي النور فاوته العلم. نعم. الايام زورتي ديال سيدنا رسول الله تلاغى الى العلم. نعم. بدنا يطور وظن بناني مورانسن بننتنس العلم. حافظا في مورانسن حافظا في العلم. قرن المؤمن كيس فطين. يكي المؤمن. ولست بخب ولا الخب يخدعني. كاين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرث موث فلا الشهداء. لازم ما نفهم باللي دم الشهداء زيس ان شاء الله على سين حافظ مرثو. نعم. اي تشاس الاخر ماشي شحال هذا غير زرع ميروش نغ كري ديدوش نغ افلان غيبدلو ذميس ازين غيفرح خاطر نحافظ في الامانه. نعم. والامانه الوطن تمورث محاله فلاش نحافظ ونمشي لا شغلنا العقل. نروح العقل نسغط الجنون الناس سيدري منك مصيبة تقرض هالتك. نعم. الشيخ مصيبة. ربي يكن يحفظ إن شاء الله يكلتام جوارت ماشي تيكلتان قارت إن شاء الله ونوزيون الفايدة ونرنيزي ناوي إن شاء الله التعادة في دي تاسن ثان ميرت الأستاذ خليفة ثان ميرت الدكتور إدير. ربي يكن يحفظ إن شاء الله عيث ما يسمع قلان وضين قرى الحصة نسلم إن شاء الله من التنان إن وجيو نايتي ليوض ويذف لون ونسلم إن شاء الله هنخدم اسم التنسلو بالخصوص إن المذنغ إذا كان إن المذن يضناض الجين الكرسان طوري روح اللوريال السوها مرثنا حواج الرويس قيمني الكرساني وعمر الكرساني وطورنا مرثنسن وطورنا المجتمع سن ثان ميرتين دوكال قيم في لهنا الخير تعاذني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.